السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في خصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة. ما وظائف الأعضاء الأساسية للحيوانات؟ الوظائف الأساسية للحيوانات عندها وظائف، الأعضاء عندها واحد الوظائف. الأعضاء شنو هي؟ كما شفنا الأعضاء شنو هي؟ هي كاينة الرجلين، كاينة الأسنان ديالو، كاينة الرئة ديالو، القلب، الرجلين ديال كيفاش كي الاسنان كيتلائموا مع النظام الغذائي ديالو، كيفاش كيعيش في هذاك المحيط اللي كيحيط به. اذا الاربطة الاعضاء الاساسيه للحيوانات بوظائفها، شنو كيبان لك هنايا؟ المعيز ولحن صورة واذكر سلوك كل نوع من الحيوان. السلوك ديالو، هذا السلوك ديالو، انا حيوان عاشب. الفهد حيوان لاحم. اذا كيبان لي انه خصو هذا كي داير يعني باش طلع الشجره الفوق، تنقل. ثاني هذا واش عنده شي الاعضاء ديالو كتعاونو باش يتنقل والحصول والاسراع والجري امام الغزال. الغزال راه كتسرع بزاف، خصو يكون كيجري بزاف، اذا خصو تكون عنده الاعضاء ديالو ديال الرجلين ديالو، المفاصل ديالو يكونوا واعر، كاين حتى هو كيطير كيجري، لان هذا كتوصل 210 كيلومتر باغ اوغ. انا كنسمع 210 كيلومتر، هذا السرعه ديالو اسرع، كيقولوا اسرع حيوان. وهذا الفهد حتوصل سرعته الى 210 كيلومتر في الساعه. اذا اتساءل ما وظائف الاعضاء؟ نقولوا ما هي الاعضاء، او ما هو، نقولوا نكتبوا هنا ما هو دور الاعضاء عند الحيوانات. اسمحوا لي كتبت خاطئ، ما بانش مزيان. نقول ما هو دور ديال الاعضاء عند الحيوانات؟ ما هو الدور ديال الاعضاء؟ تساعدها، هذا هو الجواب، تساعدها علاش؟ على كتساعد على التنقل باش تنقل، على التنقل. صافي دير لها بحال هكا، تساعد على التنقل باش تنقل من الارض وطلع فوق الشجره هكذا، باش تبع الغزاله اللي السرعه ديالها كبيره باش تشبع تتبعها وتشدها. ابحثوا في موضوع الاعضاء الاساسيه ووظائفها عند الحيوانات. هذا اختبر، اجري مقابله مع بيطري يعني طبيب ديال الحيوانات، وادون معلوماتي في دفتر التقصي. السؤال ديالي قال له سيدي ما الاعضاء الاساسيه وما وظائفها عند الحيوانات؟ هذا التلميذ سوله. شنو قال له هذاك البيطري؟ قال له اجوبه البيطري، قال له للحيوانات عضلات قوية تساعدها على التنقل، عنده عضلات قوية تساعد على التنقل. ضخامة القلب، قلب كبير، وكبار حجم الرئتين يساعدان على ضخ القلب، ضخ الدم، والرئتين كبيرتين على التنفس أثناء القيام بمجهود عضلي، مجهود عضلي كما شفنا. ضروري عنده قلب كبير كيساعد على ضخ الدم في الجسم، ورئتين كبيرتين للتنفس باش يتنفس مزيان اثناء القيام بمجهود عضلي. ثاني كذلك الماس باش يطلع فوق الشجره الفوق، مراره واعره صعيبه. اذا عندنا قلنا عضلات قويه كتساعد على التنقل، وعندو ضخامه القلب لضخ الدم، وكبر الرئتين للتنفس اثناء قيام مجهود عضلي. لكل حيوان اسنان مكيفة في نظام الغذاء ديالو، لكن حيوان عاشب عنده نظام اسنان مكيف مع الاعشاب، لكن حيوان لاحم عنده اسنان مكيفة مع نظام الغذائي اللاحم ديالو. ومعدة تساعد على هضم الاغذية، المعدة ديال الحولي ماشي هي المعدة ديال الاسد، لان الحولي كياكل الاعشاب، المعدة ديالو تسحق عين الاعشاب، اما الاسد او الفهد ياكل اللحم الغزاله، وخصو المعده ديالو تكون كتلائم انك تسحق وتطحن هذاك اللحم اللي كلاه هويا. صافي استخرج. اذا اما الرئتين كبيرتين
قلب كبير يضخ الدم في الجسم، رئاس كبير سيكون للتنفس اثناء القيام بوجود عضلي، اسنان مكيفه مع النظام الغذائي ديالو الاقتلاعي. ها هو هادو قواطع هي فوق، هي تحتاني هذه تحتاني هنا غالبا هذه هي تحتانيه، كندو القواطع الاقتلاعي وقطعي النباتات من الارض، ومفاصيل هو عضلات قويه، العضلات يعني عضلات قويه تساعد على التنقل باش يتنقل، والمعده لسحق و كتساعد على هضم الاغذيه. استخلص املا الفراغات بما يناسب هضم التنقل التنفس يضخ. اذا نقولوا تتوفر الحيوانات على اعضاء اساسيه، اعضاء اساسيه لكل منها وظيفه محدده، كل وحده عندها وظيفه محدده. فالعضلات سنقولوا اول عقلوا عليهم، العضلات التنقل، والرئه والقلب يضخ الدم والتنفس اثناء القيام بجهد عضلي، والاخر شناهي هي الاسنان المكيفه مع النظام الغذائي ديالو، والمعده باش تهضم الاغذيه ديالو. ثلاثه الحاجات. اذا العضلات تمكن الجسم، كتمكن الجسم من القيام، العضلات كتمكن الجسم من القيام ب بالحركات و والتنقل أي تنقلي، تساعدوا على القيام بالحركات، يقيم بالحركات وتنقل. الرئة الثاني تمتصان الرئة الهواء خلال عملياتي العملية ديش عملية تمتصان الهواء خلال عملية التنفسي. هذا غير كيش دري راك مقيدر الصورة كبيرة. الرئة ديالو كتساعدو على امتصاص الهواء من خلال عملية التنفس. القلب القلب الدم في الجسم يضخ الدم في الجسم. الأسنان والمعدة، أسنان والمعدة تتدخلان في الغذائي في هضمي الغذائي. مزيان. اذا نقول اساس ميرو لي زانفورماسيون عندنا هادو، عندنا قال لك فواسي لي ريبون دان ايليف دو لا تخوازيام اني دي بريمير. هذا قال لك اجوبه ديال واحد التلميذ اللي هو في الثالث ابتدائي بحالكم. قال لك جو كوريج لي زيرور، غنكوريجيو لي زيرور، جونتور لي بون ريبونس، حيت هو دار اخطاء. بون ريبونس عندي لا جونتور لا بون ريبونس. اي جو بار باريو لي موفيز ريبونس، باريوهم. اذا ها هو الا كان جواب صحيح ندورو عليه، الا كان دار جواب خطا باريوه له نقولو له شنو الصحيح. قال لك اسيدي لي دون زون ان رول دان لا سيركولاسيون دي سون. الاسنان قال لك لي دون عندهم واحد الدور في الحركه لا سيركولاسيون ديال لي سون ديال الصون ديال الدم. أسنان كيدخلوا في حركة الدم، أسنان ديالك نو قالك هو فو، راه داير فو هو، الجواب كان عنده فو، قالك هو كتمشي فو. إذا شنو هو الجواب ديالو؟ صحيح ولا خطأ؟ صحيح مزيان. إذا ندورو عليها سي فغي فو هذا ماشي. الأسنان كتستعمل بوغ اقتلاع وقطعي النباتات. لي بومون شنو هما لي بومون؟ لو بومون رئتين. رئتين نو ديجيغ با لي زاليمون، ما كان نو ديجيغ با لي زاليمون، ما كيهضموش الاكل. لي بومون قالك نو ما كيهضموش لي زاليمون الاغذيه، كي ديجيغ با لي زاليمون قالك هو فو، دار فو. وي سي فغي وي، ما كيدخلوش هما في لي بومون، ما كيدخلوش في هضم الاغذيه، لا كيعملوا على لا ريسبيراسيون، لا ريسبيراسيون التنفس، كيدخلوا في التنفس هما لي بومون. هذا لو كور
بومب لو كور القلب كي بومبي يعني كيضخ لو سون دون لي فيسون في الجسم كامل كيضخ الجسم كيضخ الدم قال لك هو فو يعني نبري وعلي جاو خطا لا خصها تكون هنا صحيحه هو داير صحيحه فغي الي امبوسيبل ما يمكنش قال لك امبوسيبل عقلوا لي امبوسيبل الي امبوسيبل ما يمكنش de se déplacer sans muscle même que l'ex déplace نقل بلا ما يكون عندك لي مسكل ما عندك مسكل واش تقدر تنقل شو باش انسان مسكين كيكون الجسم ديالو مره ضعيف مره مسكين فيها الحماس هذوك اللي كيكونوا في دول فقيره كيقدر يتحرك مسكين كيفاش يتحرك دابا بادراك بحيوان الي امبوسيبل دو سو ديبلاسي سون مسكل فري قال لك هو وي سي فري داكور الى ولات الفيديو تو شكرا